غير عابئين بما ألحقوا من دمار شامل لمدنهم وقراهم، وأن النفوس أصابها من الحزن ما يكفيها وزيادة، وقد تحتاج إلى أن تفرح لتتنفس السعداء كما يفرح الناس في باقي بلاد الإسلام، إلا أن أيام العيد تمر عليهم هناك فلا يتذكرون سوى الأحزان والكروب والآلام، ولا يملكون سوى التضرع والدعاء لله تعالى بجبر خاطرهم. إننا أيها المسلمون بحاجة إلى من يزرع الأمل في قلوب أحبطها اليأس والقنوط، نحن في حاجة إلى من يرفع المعاناة عن وجوه علتها الكآبة والحزن، نحن بحاجة إلى من يضمن الأمن لنفوس ترتجف من الخوف وقلة الأمن، وهم يطاردون بشتى أنواع الأسلحة ويضطهدون في دين بصرهم. فتذكروا إخوانكم في تلك البقاع، وادعوا لهم بالثبات، واشكروا الله تعالى على أمنكم واستقراركم، وإن من شكر النعم القيام بأمر الله والدعاء لأولئك الذين يقاومون ضد الاحتلال الصهيوني، يمسحون العار عن الأمة الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الأعياد أيها الإخوة فرص بالراحة والتقاط الأنفاس لمواصلة الحياة بحلوها ومرها، وعون لاستمرار رفع راية التحدي، فالمحن في طياتها منح، فلقد كان أسلافنا يفرحون بالعيد وقد أحاطت بهم الأحزان، لكن كانوا يطوون صفحة الحزن ليبدأوا صفحة جديدة عنوانها لا لليأس ولا لفقدان الأمل. وتتصافى القلوب وتتطهر النفوس، ولنجدد ميثاق الإخاء الإسلامي فيما بيننا، ونحلم بغد مشرق تلوح تباشيره في الأفق البعيد. فقد يأتي العيد رغم الألم والحزن، لكن ينبغي أن نظهر البسمة ونزينها بالصدق والوفاء، فنحقق الثبات على الدين في المحن، لتتآلف القلوب رغم الأزمات، فنجمع بين فرح الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الطغاة وأعداء الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين ولم شعثهم وألف بين قلوبهم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم من قلدته أمر عبادك وجعلته قصرهم، ووحد صفوفهم، وحقق آمالنا وآمالهم. اللهم بارك في جهادهم وصمودهم، اللهم احفظ دينهم وعقيدتهم ودماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم طهر المقدسات من دنس اليهود المتآمرين. إن إدخال السرور على المسلمين بقضاء حاجاتهم والعفو عن زلاتهم وستر خطيئاتهم والإحسان إليهم، إدخال السرور على المسلمين كفيل لإدخال السعادة على النفس وإدخال السعادة على الناس. Thank you.
Yeah, I feel like it.